هنطلع فاصل وبعدين هنشوف برضو تقرير لكرة اليد سيدات، وبعد الفاصل هنرجع بقى نتكلم، بعد التقرير والفاصل هنرجع نتكلم عن الطائرة رجال وسيدات. الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله كان موسم، يعني موسم صعب بالنسبه لنا من اول السنه، من اول السنه خالص احنا كان عندنا زي مشاكل بالنسبه للعقود بتاعتنا وكل حاجه من الحاجات دي كلها. كابتن خالد من اول الموسم وعد الفرقه بان كل حاجه هتتغير، بس انتوا اتمرنوا وركزوا، والهدف بتاعكم ان انتوا تاخدوا الدوري وكاس وافريقيا. دعمنا بشكل كويس، جبنا صفقات على اعلى مستوى، جبنا محترفه اعلى مستوى طبعا دودو كمارا، يعني ما بخلش علينا باي حاجه خالص من اول السيزون، كان ساندنا حتى لما كنا في اول بدايه الدوري اللي هو المباريات اللي هي رايح جاي دي كنا بنخسر، الفريق ما كان يعني ما كانش ثابت على من اول السيزون وكده، كان واثق فينا وكان بيدعمنا، وان هو ان شاء الله انا واثق فيكم وهنكسب وهتاخدوا كل البطولات كده. كابتن خالد، انا اول سنه ليا في الاهلي السنه دي، من ساعه ما جيت بصراحه من قبلها يعني واقف في ظهري انا شخصيا قبل الفرقه، ومش مخليني محتاج اي حاجه، وبيساعد وكل يعني معامل معانا كل حاجه بصراحه، ومع الفرقه ما فوتناش ماتش، بالعكس هو كان بيسابورت كل الماتشات وواقف معانا في كل حاجه وفي ظهرنا دايما، وما سابناش ولا ماتش حتى لما خدنا الكاس كان معانا، يعني بصراحه هو من اكبر السبورتس لينا في النادي، كان ليه دور كبير قوي قوي. يعني احنا في اول السيزون لما ابتدينا ما كناش احسن حاجه، يمكن خسرنا ماتش او اتنين، بصراحه هو واقف جنبنا ودعمنا، بيجي لنا كل الماتشات وبيشجعنا على طول، لحد ما وصلنا وخدنا الكاس وكان معانا برده، يعني بصراحه دوره كبير قوي السنه دي. هو من اول السيزون يعني حتى كان في فتره الفرقه مش احسن حاجه، وكنا في المجمعات الاولى كنا وقعنا كذا ماتش يعني، وتعادلنا مع سموحه كذا ماتش، وهو ما كانش بصراحه بيتاثر بالحاجات دي، وكان دايما في ظهرنا وان احنا اكيد هنفوق في المهم، وكل الماتشات بصراحه كان دايما بيبقى موجود معانا، حتى لو ماتش بره النادي في اي ارض في اي حته كان بيبقى ورانا دايما، ودايما بيخش لنا بين الاشواط وان احنا نقدر نكسب، وكان معانا في الكاس والحمد لله، وكان معانا كمان يوم كابتن محمود الخطيب جالنا، فبصراحه هو معانا من اول السيزون ما قصرش في اي حاجه الصراحه. دايما معانا وفي ظهرنا، ودايما بيجوا الماتشات بتاعتنا وبيحضروها، ودي حاجه حافز لينا كان كويس قوي من اول السنه، اللي فيه اهتمام بالفرقه وان هم بيدعمونا كل ماتش، يقولوا لنا احنا وراكم وفي ظهركم، وان التراكمات والهزايم ديت هترجعكم اقوى وكده، فمحدش سابنا طبعا. مش قد اشكر مجلس اداره كله وكابتن محمود الخطيب على وقوف مع الفريق وكده، ودي حاجه مش جديده عليهم يعني، وربنا يكرمنا ان شاء الله في الفتره الجايه. دي حقيقه برضو بيدعمونا في كل وقت وعلى طول معانا في كل ماتش، وكانوا معانا في فاينل الكاس ونزلوا يعني يعتبر احتفلوا معانا في الملعب يعني. طبعا كان ليهم دور، اي حاجه طلبناها في الفرقه اتعملت، يعني سواء كانت لعيبه كور اي حاجه، هم بصراحه عملوا لنا كل حاجه احنا عايزينها. مجلس الاداره بصراحه ما بخلش علينا في اي حاجه، كل طلباتنا عملوها لنا، كور ادوات لعيبه، حتى سافرنا بطولة ودية في نص السيزون وافقوا عليها عادي، لا يعني بصراحة مجلس الإدارة واقف معانا،